يا دي الحرام. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من بني ادم شو. الحلقه اللي فاتت عامله قلق جامد قوي. فاكرين الفيلم بتاع ديل الكلب لما حكيته وبتاع؟ بيتهز عليا بقى دلوقتي، يعني زي انا مش متعود دايما ارد، لكن بجد اللي حصل الحلقه اللي فاتت ورد الفعل اللي شفته بجد تلفيق اللي انا كنت بتكلم فيه وبحذركم دايما منه. الحلقه اللي فاتت زي ما انتم فاكرين كان موضوع، على فكره انا بقول للمشاهدين في البيت انا هذيع الفاصل اللي حصلت عليه المشكله على بعضه، على بعضه هعيده، بس كان لازم المقدمه دي. الحلقه اللي فاتت زي ما انتم فاكرين كان موضوعها عن تلفيق المشاهد واذاعتها في الاخبار على انها اخبار حقيقيه، وده لتزييف الوعي عند الناس. وكنت بقصد بالتحديد قناه البليله اللي هي الجزيره، اللي البليله حاليا الجزيره سابقا. ده كان موضوع الحلقه اللي فاتت. الحلقه اتذاعت من هنا يا معلم، والجزيره وكتايبها الالكترونيه اشتغلوا من هنا، لان الموضوع اساسا كان عن مكالمه مزيفه لقناه الجزيره من واحده عامله نفسها من حلب. هقول تاني، الموضوع عن مكالمه مزيفه لقناه الجزيره من واحده عامله نفسها من حلب بالمزيكا، واحده من قناه الجزيره تعمل انها من حلب، واحده بتكلم قناه الجزيره على انها من حلب وهي مش من حلب. وهي مش من حلب. هنذيعها لكم وتشوفوا، هنذيع الجزء ده كامل كده بتاع حلب. خليكم قاعدين عشان محدش يقطع الكلام وينزل فيديوهات متقطعه ومش جايبه الكلام كله، مع ان انا قلت حلب ما فيهاش ميه ولا نور ولا تليفونات، يبقى منين ما فيش تليفونات ومنين واحده بتتكلم من حلب؟ يعني باين ان انا بتريق على انها واحده بتكلم قناه الجزيره وانها من حلب وهي مش من حلب. هتقضوها كده انت؟ يعني اوضح ايه اكتر من كده؟ مش انزلها شرايط؟ اعمل سي دي ينافس عمرو دياب؟ مش فانا اتريقت على مكالمه، قلت دي، حتى انا قلت دي بتتكلم في كوز ولا ايه؟ يعني دليل ان بقول مفيش تليفونات في حلب، يعني الست اللي بتتكلم مش من حلب. انا بقلد واحده مش من حلب عامله نفسها من حلب، واحده قناه. اعمل ايه اكتر من كده؟ اقولها ازاي تاني؟ مش فاهم، اقولها بالانجليزي ولا بالفرنساوي ولا بالايه؟ يعني انا بقول انها واحده مش من حلب وما قلتش واحده من حلب، دي واحده من الكتاب الالكترونيه اللي في الجزيره. وكملوا معايا الفيلم بقى بتاع ديل الكلب، قطعوا اجزاء من الحلقه ونزلوها على اني بتريق على اهل حلب. انا من امتى بتريق على الشهداء؟ انا من امتى بتريق على الشهداء؟ ده انا فنان. انا هتريق؟ ما احنا عندنا كل يوم شهداء، ده جزمه كل شهيد وام شهيد في اي حته في الوطن العربي على دماغي من فوق. انا هتريق على شهداء؟ ما انا قلت انها خناقه بين جبهه النصره وجند الشام، دول تصنيفهم ايه؟ معارضه ولا ارهاب؟ يعني مين اللي بيضرب في حلب؟ النظام والجيش السوري ولا المعارضه وبتلزقوها في الجيش السوري؟ من حقنا نعرف الفيديوهات والصور والتليفونات اللي هي عماله تحكي عن وحشيه الجيش السوري. انا بقول انها متفبركه. اثبتوا لنا العكس يا بتوع الراي والراي الاخر، يا اللي حشيتوا دماغنا بالراي والراي الاخر. انا بقول دي متفبركه، وهثبت لكم انها متفبركه في الحلقه. يعني بعد ما تذاع الحلقه هجيب لكم فيديوهات متفبركه هوريها لكم كده. على فكره الناس الحقيقيه اللي في حلب اللي هي متضرره فعلا،
انا شفتها في قناه ار تي الروسيه. الكلام اللي سمعته من اهل حلب اللي كانوا على قناه ار تي الروسيه غير خالص اللي سمعتهم على قناه الجزيره. يعني سيدات حلب الحقيقيين، وعارف ان في ناس بتموت، وعارف ان بس مش من الجيش السوري، من الكتايب وبعضها بتوع المعارضه. ده اللي انا قصدي عليه وده اللي انا بقوله، واثبتوا انتوا عكس. يبقى اذا في تدليس في الموضوع متعمد. طب انا عايز اعرف ده بيتعمل لمين ولصالح مين؟ بدليل فرنسا والمانيا ابتدوا يشككوا في معلومات واخبار قناه الجزيره والبي بي سي. يعني في وجهه نظر ثانيه في اوروبا متضايقين ليا بتوع الراي والراي الاخر. وهتشوفوا الحلقه. انا قلت في الحلقه انا ضد بشار. لكن لو الجيش السوري وقع اسرائيل هتحتل دمشق في 3 دقايق. وعشان كده بعدها لو هتشوفوا قلت رزقي على الله. ما انا عارف ان انا دخلت في عش دبابير. بس يعني اهو دخلت وخلاص. لان قبل ما بشار يمشي، يعني بشار لسه موجود دلوقتي، وكل الميليشيات اللي موجوده في سوريا بتضرب في بعض ومختلفين مع بعض. طب امال لو مشي هيحصل ايه؟ جيش النصره هيضرب على جند الشام صاروخ، يروح جند الشام يروح رافعين على جيش الحر صاروخ، يروح الجيش الحر ضرب على حزب الله بصاروخ، ونلاقي الصواريخ بقى في سوريا زوي 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 من فوق بعض. صاروخ بالغلط هينزل على اسرائيل، تقوم اسرائيل بقى تقول يا ماما انا جنبي ارهابيين، الارهابيين بيضربوا عليا صواريخ يا ماما، يا امم يا متحده يا مجلس الامن الحق انا هضطر اخش دمشق احتلها. هتضطر هي يا عيني. ما هو ده اللي هيحصل. هتقول امن نفسي وده امن القومي، وتدخل اسرائيل تحتل دمشق على مسمع ومرأة من العالم كله، ومحدش هيقدر يتكلم معاها ولا كلمه. انت متضايق ليه من رايي ومتضايق ليه من كلامي؟ عرفتوا الضلال والتضليل والتدليس وتزييف وعي الناس بقى ازاي؟ انا هتريق على سوريا ولا اهل سوريا ولا اللي بيحصل في سوريا؟ ده انا في فيلم، معلش احنا بنتبهدل، سنه 2005 المشهد اللي بين القرموطي وبوش لما قال له بعلو صوتي بقولها لك، لو ثبت ان كوريا الشماليه عندها نووي والمصحف لاضرب سوريا. يعني من ايام معلش احنا بنتبهدل، من 2005 وانا عارف ان سوريا جاي عليها الدور انها تتفكك. امريكا بتتلكك لسوريا عشان تفككها من سنه 2005. طب عايزين ايه دليل اكبر من كده؟ عشان كده انا هعيد لكم الجزء اللي اتكلمت فيه عن حلب بالكامل، عشان اي حد يتكلم بعد كده وينطق ولا يقول ان بتريق على الشهداء في حلب او سيدات حلب تعرفوا على طول بقى دول مين. كتاب الإلكترونية اللي بتصرف عليها قناة الجزيرة. تعالوا بقى نشوف الجزء ده من الحلقة اللي فاتت، وبرضه بقول لك شغل دماغك، وبعدين نتكلم بعد الجزء ده. أنا من ساعة ما شفت فيلم ديلي الكلب ده وأنا ما بثقش في أي صورة ولا أي فيديو أشوفه إلا لما أشغل دماغي وأقارن وأتأكد وبعدين أحكم. في دول يا جماعة وقعت من صورة، والله العظيم في دول وقعت في نشرة الأخبار. يعني العراق وقعت في نشرة من الجزيرة قبل ما تقع فعلا. فأبوس إيدك منك لخ، وبقول الكلام ده للشباب، اوعى حد يضحك عليك ويشتغلك في صور. شغل أنت مخك وفكر براحتك، ما تسلمش مخك لحد لأي حد، لأن الأمريكان والصهاينة دلوقتي بقوا بيلعبوا نفس اللعبة وبيكرروا نفس الجريمة بمنتهى العند وبمنتهى الغباء. شغالين كده تضليل في الناس، ولسه بيكملوا بقيه المؤامره، وشغالين في حرب الاعلام والجيل الرابع واخرها موضوع حلب في سوريا. الاردوغان طلع يقول على الارهابيين اللي في سوريا انها معارضه مسلحه، وبيقول على المعارضه اللي عنده في تركيا انهم ارهابيين. انا مش افهم امك خالص والله. ارسع لو واخد خلص واخد صفائح تكتونيه. اشمعنى احنا يعني اشمعنى اللي بيمسك سلاح ضد جيشه في تركيا يبقى ارهابي، واللي يمسك سلاح ضد جيشه في سوريا يبقى معارضه مسلحه؟ يعني دي حاجه تخش العقل؟ لا، شغل مخك. طب بقالنا 5 سنين سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، يعني بيروحوا مننا يا جماعه، بيتفككوا خلاص. فجاه لما الجيش السوري قرب ياخد حلب اعقلها بقى ايه اللي حصل. امريكا قالت لك لا بقى احنا هنودي قوات امريكيه تحارب داعش. راحوا الامريكان باعتين كام عسكري يحاربوا داعش؟ 250 عسكري. ده لو رايحين يلعبوا بلاي ستيشن مش هيبقى كده. داعش مين اللي اتحاربها ب 250 عسكري؟ ايه العسكري اللي هيموت 1000؟ يا
يعني العسكري الامريكي قد الكف بيئة المية والف ولا هو امل هو ولا ايه؟ نزل امل نزل امل ولا ايه؟ ولو الافيه كبير بقى ان يا دوب ال 250 عسكري الامريكاني وصلوا يوم الاربع، تاني يوم تاني يوم الدنيا ولعت في حلب، وقال اول حاجه ضربت في حلب المستشفى، ويقول لك الجيش السوري هو اللي ضربها. طب شغل مخك، حلب دي البلد الوحيده في سوريا اللي كانت مع الدوله واللي رفضت تطلع مظاهرات ضد بشار، يقوم بشار يضربها؟ شغل مخك. يعني يضربها؟ ما دي حاجه مش هتجن. طب ليه ما يكونش اللي بيحصل هو طحن ما بين جيش النصره وداعش والجيش الحر وجند الشام وبلح الشام وحمص الشام؟ بص بقى من الاخر بقى، لو حضرتك محتار في اللي بيحصل في سوريا النهارده ومش عارف مين بيعمل ايه، لا تحتار ولا حاجه، افتح قناه الجزيره عدم المؤاخذه كده، او قناه البي بي سي او الدبليو سي، اي قناه من عندهم، وشوفهم بيقولوا ايه وبيروجوا لايه، اعرف ان عكسه هو اللي بيحصل على طول كده وانت مغمض. يعني لو لقيت القناتين دول والجرايد الامريكيه قلبوها صويت وعملوها مندبه ومناحه، الحقوا اطفال سوريا، الحقوا الموت في سوريا، الحقوا الناس بتموت، المستشفيات، انقذوا سوريا، حلب بتتدمر، يا ربي، اوبا، قشطه، يا خرابي، الحقوا. اول ما تسمع الشويه دول تعرف ان الامريكان والاتراك والصهاينه مزنوقين زنقه سودة. والله لو بتتابع تغطيه البي بي سي والجزيره وقنوات الاخوان لموضوع حلب ده تموت على نفسك من الضحك. الجزيره وقنوات الاخوان بياخدوا اتصالات من حلب، خدوا بالكم، حلب اللي بتتضرب دي لا فيها نور ولا ميه ولا كهرباء ولا تليفونات. الواحده بتتصل، طب من انه تليفون؟ الو، بكلمك من حلب. اي في ايه؟ قال لها اي مالك؟ قالت له لا، الحلب زنق على ودني. حلب زنق؟ شو احكي لك؟ قال لها احكي، انا اولا مش عارف اتصلت ازاي ومفيش تليفونات، معرفش يمكن اتصلت بكوزين مربوطين بحبل ولا حاجه، كوز في الجزيره وكوز في بقها، يعني ما اتصلت بقى وبتقول المفاجاه الكبرى بقى، قالت ان كل الصواريخ اللي بتتحدف عليها مكتوب عليها انتاج الهيئه العربيه للتصنيع في مصر. شافت الصاروخ وهو طاير كده، قريت كل ده، الصاروخ ايه ده؟ ده ما هي التصنيع. صاروخ ماشي ينور، ميد ان ايجيبت، ميد ان ايجيبت. اه بقى بتتكلم في كوز، هنعمل لها ايه يعني؟ معرفش شافت المكتوب على الصاروخ ازاي وهو طاير، او يمكن لما نزل واتفجر جمعته زي البازل كده وقريتها لوحدها. شغل مخك، هو نفس حكايه فيلم ديل الكلب. صاروخ ايه ده اللي بينزل وينفجر فيهم وبعدين يروحوا قايمين منفضين هدومهم ويقروا كمان اللي عليه؟ والله ده انا شفت واحد حاطط له بودره في شعره ووشه وقفاه ابيض نضيف جدا، قال لك قال طالع من تحت الانقاض وبينزل دم ومش متعور ووشه مليان بودره. قلت ايه ده، مضروب من حلاق؟ يكون حلاق ضربه بصاروخ بودره ولا حاجه، في ايه؟ وقعد يقول لك بقى انقذوا سوريا من النظام القمعي، نفس اللي بيحصل في فيلم ديل الكلب، ويرجع يقول لك الجيش السوري بيقتل المدنيين والمعارضه سلميه في سوريا. الله، ومنين تقولوا معارضه سلميه؟ ومن شويه كنت بتقولوا المعارضه المسلحه، هي مسلحه ولا سلميه؟ شغل مخك. المعارضه المسلحه السلميه اللي بتصرف عليها من امريكا ديت ملايين، يعني البنتاجون بذات نفسه اعلن من ست شهور انه صرف 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري بيدربوهم في تركيا. يا لهوي بالي، 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري؟ يعني لو حسبتها يبقى 500 مليون دولار على 3000 معارض سوري، يعني كل واحد معارض يطلع نصيبه حوالي 2 مليون دولار. احسبها كده معايا، 500 مليون على 3000 معارض اضربهم في خالد علي، تطلع منهم الجذر التربيعي للبرادعي،
اقسمهم على خدود ايمن نور يبقى 300، زود عليهم قطف عمرو حمزاوي هيبقى، ومعانا حمدين من الاول يطلع 2 مليون حمدين. اها زي ما انتم شايفين المعارضه في سوريا بتاخد ملايين الدولارات وبيحاربوا بالسلاح الامريكي والتركي، وفي الاخر يقول لك سلميه. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب، شغل مخك واعرف. بس الشعب المصري بامانه ربنا بقى مشغل مخه على طول وفاضلهم للامانه، ما بقاش يصدق اي حاجه في الاخبار. ده احنا شعب جبابره برضو زي الاول. ايه الدرق يعني؟ ما خلاص الموضوع خلص. الجزيره عارفه كمان انها فقدت مصداقيتها وان ما بقاش ليها اي تاثير زي الاول. والدليل عشان تعرفوا ان احنا شعب جبار والله العظيم، الصبح يوم ضرب حلب افتح كل القنوات اللي تبع امريكا كله بيروج لجمله واحده: بشار يقتل الاطفال، بشار يقتل الاطفال. وفجاه لقينا هاشتاج قد كده اهو نازل ملاهلي بالفيس: حلب تحترق، حلب تحترق. على بالليل لقينا المصريين عاملين حملات توعيه في كل مكان، وقبل الناس ما تنام كانت كل مصر فاهمه الفيلم. راحوا المصريين برضو عاملين هاشتاج قد كده اهو وكاتبين: يسقط الارهاب وتحيا حلب. هرقوا لهم اللعبه من الاخر. احنا جبابره يا جماعه، سوريا دي امننا القومي مهما اختلفنا معاها في سياستها. انا شخصيا في حاجات كتيره من سياسات سوريا وسياسات بشار ما كنتش موافق عليها ومش موافق عليها، بس ده اقليمنا الشمالي واحنا بالنسبه لهم اقليمهم الجنوبي. لا يمكن ننسى في العدوان الثلاثي على مصر سنه 56 لما ضربوا اذاعه القاهره، بعدها بخمس دقائق كان العالم كله بيسمع الاذاعه السوريه وهي بتقول: هنا القاهره من دمشق. واحنا دلوقتي ما عندناش غير نفس الكلمه: هنا سوريا من القاهره. ها عرفت بقى قصدي ايه؟ انا ان انا مع حلب الحقيقيه، انا مع حلب الحقيقيه اللي مش عايزه تبقى حجه لتدخل القوات الاجنبيه. ده يضايقكم؟ ليه تجاهلتوا في الفيديو لما قلت ان سوريا الاقليم الشمالي بتاع مصر وان مصر هي الاقليم الجنوبي بتاع سوريا؟ علامه استفهام. ليه ما جبتوش ان مصر لما قلت ان مصر بتقول هنا دمشق من القاهره، زي ما دمشق في سنه 56 لما الاذاعه المصريه اتضربت من اسرائيل قالت هنا القاهره من دمشق، فاتت عليكم ليه دي برضو؟ علامه استفهام. وعشان اكد لكم بقى موضوع دين الكلب وان الفيديوهات متفبركه، هوريكم فيديو معمول من سنه لطفل سوري وهو بيتضرب بالرصاص وهو قال بينقذ اخته من ضرب الرصاص. طب تعالوا نشوف الفيديو وهوريكم الفبركه بتاعه الفيديو ازاي. اتفرج مع بعض. يكون شيء من فخ ولا الشاني؟ شو فيه هون؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هرب 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 يا شباب. لك شفت شلون اطلقوا النار عليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شباب شباب عم يتحرك. لا عم يتحرك. لك هذا حي والله مو ميت، حي عم يتحرك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ما تصدقوا، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تصدقوني، لا حول الله، مات الصبي. عم يتحرك، عم يتحرك، لسه يتحرك. الله اكبر، 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 الله اكبر. الله اكبر. خدتوا بالكم بقى من اللي بيصوروا؟ تمثيلهم اوفر قوي. ارحاب هيموت، ارحاب ارحاب ارحاب، اوفر اوفر يعني. طيب طب هقول لك حاجة، ما كنت تروح تنقذه، إن شاء الله تموت بداله يا أخي. إزاي هان عليك إنك تصور صورة وأنت بتشوف طفل بيموت؟ بتصوره ما تروح تنقذه ولا ما تروح تنقذه؟ أنتوا بتشتغلوا. طب هوريكم بقى الميكنج بتاع التصوير، نفس المشهد اللي بيطبق نظرية فيلم ديل الكلب اللي أنا قلت لكم عليه. الفيديو كان نازل على إن طفل سوري بينقذ أخته من الموت في سوريا. الفيديو كله متصور في مالطا، في مالطا، في مالطا. عشان ما حدش يقول ان انت بتتريق على طفل بيموت، ما يروح جايب لك ده يقول لك بص ادم بيتريق على طفل مات يا عيني. ها لا يعني عشان تشوف. تعالوا بقى نشوف كواليس التصوير عشان تشوفوا الخدعه الكبرى. اتفضلوا. بعد التصوير بريك، هم في بريك. Turn the right way. البت والواد اهو. البت والوادي، وادي المخرج، وادي المايك، كروت تصوير. في ايه؟
في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ايه ايه بقى؟ احكموا انتوا بقى. مفيش كده خالص. افتكر بقى يبقى غباء لو حد قال ادم بيتريق على طفل سوري مات برصاص الجيش السوري، يبقى مفيش غباء بعد كده. اوعى تصدق شغل الامريكان واسرائيل وقطر. عايز تصدق شغل الامريكان واسرائيل وقطر؟ انت حر يا اخي، خليهم يضحكوا عليك زي ما انت عايز. انت غاوي تتركب من الامريكان، عايزني انا اتركب ليه مركوب؟ عايزني اتركب اللي بيتلسع من الشرب وينفخ في الزبادي زي ما قال لك اسامه بن لادن، موتناه وحرقنا جثته ورميناه في البحر زي الطقوس الاسلاميه، وهي الطقوس الاسلاميه فيها حرق جثث. عايز تبقى مع الامريكان خليك مع الامريكان، انت حر، بس مالكش دعوه بامي خالص ولا خالص ولا. اطلع فاصل. القمح الليله ليله عيده، يا رب تبارك وتزيده، يا رب تبارك، يا رب تدلق النخبه وتتكب، يا رب يا رب. الحمد لله بدانا نجني اول محصول من اراضي الفرافره، المليون ونص فدان، وان شاء الله قريب قوي هيبقى 4 مليون. الكلجيه والاخوان شافوا قمح الفرافره من هنا وفرفروا مننا من هنا، والله لاول مره صفحاتهم تبقى مصدقه. قال لك احنا عارفين ان في حصاد ل 10000 فدان، بس عايزين نعرف ايه الجدوى الاقتصاديه للقمح. جدوى ايه؟ هلا هنعمل بليله، هنعمل بيه بليله وعاشوره، ايه رايك؟ يهبل يا ابن الاهبل. وما شفناش الاعلام يعني عمل المطلوب في موضوع القمح ده. والله انا من ايام سر الارض وانا بتكلم في موضوع القمح وازاي نزود محصول القمح، لما يعني كنا جبنا ذره في سر الارض بسبب القمح ده، ولما جينا زرعناه وحصدناه سكتم بكتم. تعرفين يا جماعه يعني ايه ممكن ان احنا نوصل لزراعه نكفي نفسنا من القمح؟ يعني بنحاول نخلي الامريكان ما لهمش اي سيطره حتى على لقمه عيشنا. يزعلكم الكلام ده؟ يضايق؟ هتنزلوا فيديوهات متقطعه برضو بمزاجكم؟ انتوا عايزيننا نتكلم عن الازمات بس؟ ويا ريتها ازمات حقيقيه، لله العظيم لو ازمات ما حدش تاجر علينا ولا يزايد. احنا اللي كنا بنقول الازمات الحقيقيه، واحنا اللي كنا بنعارض كل نظام كان بيجي في وشه ومن وقدامه، يعني ما حدش زاد علينا في الحكايه ديت. لكن لما يبقى في ازمات حقيقيه، احنا في حرب جامده وفي حرب طاحنه وناس بتموت كل يوم في الشوارع، يعني لما يبقى في ازمات لازم ازمات تستحق ان الواحد يقف جنبها او يقف وراها، يعني ازمات مصنوعه بتستهلكنا كفايه بقى تحطيم معنويات. عايزين ندي الناس امل لبكره، نخلي بالنا ان من توعيتهم وثقافتهم بدل قله الوعي اللي وصلنا له ده. والله لدرجه في ناس بتسال في البرامج الدينيه اسئله غريبه، والله العظيم انا بزعل. ايه الاسئله ديت؟ احنا وصلنا للمرحله دي من الاسئله؟ يعني زي ما نكون بنضيع بيها وقت وخلاص. انا من كام يوم شفت برنامج للدكتور مبروك عطيه وحصلت مداخله تليفونيه من واحده اسمها زينب. انتوا عارفين الدكتور مبروك بقى بخفه دمه قال لها ايوه يا زنوبه، ايوه يا زينبه، ايوه يا زينبه. راحت رد عليه في التليفون قالت له ازيك يا دكتور، ازيك يا دكتور. قال لها خش على طول من غير سلام ولا كلام عشان الوقت يا زينب، يلا يا زينبه. راحت رد عليه الست قالت له دلوقتي انا بنتي متجوزه وساكنه في ريحنا كده يعني، وبعدين هي غضبت 15 يوم وجت عندي قاعده، ورحنا بعد 15 يوم اشتكينا جوزها في القسم. رد عليها الدكتور مبروك على طول قال لها كده يا زينب، واشتكيتوه ليه يا زينب؟ ما صبرتوش شويه ليه بس يا زينب؟ مش كنت تصبره؟ راح قلت له ايه اللي حصل بقى يا دكتور؟ مش كده وبس، وخدنا 20 راجل 3 عربيات وخلينا جوزها في انتخابات السيسي ورحنا جبنا العزال من وراه. قال لها ايه؟ وايه اللي جاب انتخابات السيسي يا زينبو؟ انت حد مصلتك عليا يا بت انت، يا بت انت ولا ايه؟ انت حد زقك عليا يا بت؟ فين السؤال يا زينب؟ قالت له ما انا جايه لك اهو، انت كل جك ضيق ليه عليا يا دكتور؟ قال لها قولي يا زينب، قولي السؤال يا زينب على طول. قلت له بعد بقى ايه اللي حصل بقى؟ هقول لك ايه اللي حصل. بعد ما خدنا العزال رحنا عملنا له محضر في القسم ان هو بدد العفش، وجبنا له شهود زور،
شاهدوا معانا عشان مكتوب في القايمة ان هو العفش كله. قال لها بعد ما خدت العزال وروحت يا زينب عملت له محضر وجبت له شهادة زور. يا زينب انت عايزة تجننيني يا زينب ولا ايه يا زينب؟ فين السؤال يا زينب؟ تصبر عليا يا دكتور قولي يا زينب. قالت له بس رحنا ايه واخدين منه العيال ولما جه عندنا عشان عايز يشوف العيال جبنا 20 راجل وضربناها علقة ومضيناها على ايصالات امانة غصب عنه عشان يتجوز البيت. قال لها كل ده عملته في الراجل يا زينب؟ السؤال فين يا زينب؟ قالت له جاية اهو يا دكتور. ايه السؤال؟ قالت له ما انا جاية اهو في السؤال اللي احنا عملناه ده حرام ولا حلال؟ او المصحف او المصحف. ردوا انتوا بقى ردوا انتوا والله. ايه يا جماعه ده احنا وصلنا لكده؟ احنا وصلنا. الدكتور مبروك بقى يضرب كف على كف مش مصدق مش مصدق وقعد يقول لها بتساليني انت بتسالي حرام ولا حلال؟ ضربت الراجل وخدت العفش وعملت له محضر وبعد ما جبت له شهود زور ومضيتوه صلاه امانه ومش عايزينه يشوف وبتساليني ده حلال ولا حرام؟ انت بتستعبطي يا بنت يا زينب انت بتستعبطي ولا ايه؟ مين يا بنت مصلاتك عليا حرام ده ايه؟ ده حرامين 3 4 5 6 18 حرام ده ابوكوا حرام نفسه يا بنت. ده انت ما فضلكوش غير تعبدوا الاصنام وتوقدوا البنات. ده انت هتترمي في نار جهنم يا زينب. ده انت اللي عملتيه ده كده والله العظيم ثلاثه يا زينب. هيجي لك بقى حفيدك كده مره يقول لك تعالي يا بدلعك يا جدته ده ويروح شكمت بنيه في بوزك ينزل طقم اسنانك في حجرك يا زينب. ايه يا جماعه بجد احنا للدرجه دي وصلنا لمستوى من الاسئله؟ مش ممكن يعني احنا مش عارفين نفرق لغايه دلوقتي بين الحلال والحرام. اذا كانت ناس كتيره وبتسال الاسئله ديت وناس كبيره يعني امال الشباب الصغير ده يعمل ايه؟ يعني يلاقيها منين ولا منين؟ رحبوا معايا بالدكتور عمرو عبد الحكيم عامر منور يا دكتور. بنورك. انت حزب النداء مصر ايه اخباره؟ لا لا في خلافات ساب ولا؟ في خلافات كده يعني انقسامات بقى ده مجموعه راحت هنا ومجموعه راحت هنا بس هو الفكره كلها اصلا جت في يومين يعني يعني هما برضو الدنيا كانت موجهه وناحيه في حب مصر وكان اسمها في حب مصر باين قايمه قايمة حب مصر بيتعمل لها شغل بقاله سنة ونص ودعاية كل يوم وبتاع فانت انا مديك هو انت كنت عامل حزب مع مين؟ يعني كان معاك كان معايا اللي هو صبري سراج اللي هو صبري سراج واللي هو عبد الهادي رشوان وكان في طارق زيدان كانت مجموعة كويسة يعني. طب والاحزاب دي كان ليها بقى برامج وليها اهداف ولا كان موضوع انها لا هو لا هو كان لا هو كان ليهم طبعا اهداف وكان ليهم برامج بس انت في الاخر خالص القصة كلها مش كده يعني انا ما نزلت انتخابات برضه اتعلمت انا كنت نازل مش هكسب يعني انا عارف ان نسبه المكسب صفر يعني انا نازل احنا امكانياتنا ميزانيتنا كلها مليون جنيه على 14 محافظه يعني المحافظه 100,000 واللي قدامي بنتكلم فوق ال 100 مليون صارفين بلاوي والمرشح اللي كان بيخش عندهم بيدفع فالمقارنه مش عادله والاعلام معاهم ورجال اعمال معاهم وبقى لهم سنه ونص الناس كلها بتتكلم عليهم في الصحف حتى الاسم بقى في دماغ الناس فطبعا هي المقارنه ما كانتش عادله بس انت نازل تفهم الدنيا ماشيه ازاي او نازل تشوف انا نزلت شفت الصعيد بصراحه حاجه تفرح يعني والله عندهم وعي انا مش عايز اقول لك ان الناس في الصعيد عندها وعي اكتر من القاهره لا انا بتكلم على مثلا البنيه التحتيه لا البنيه التحتيه والاهتمام بالصعيد لا تعبانين لا تعبانين تعبانين جدا جدا الصعيد محتاج اهتمام غير عادي محتاج مشاريع محتاج مصانع محتاج شغل لكن في حاجتين في الصعيد مهمين جدا الناس هناك الشباب هناك لسه تحس الشباب بتاع زمان عادات وتقاليد وما يشتمش وما ويحترم الكبير ويقوم لك اللي هي احنا هنا تقريبا غابت في القاهره انت في القاهره بلاوي سوري تقريبا هي كل المدن بتبقى كده تقريبا يعني دي حاجه حلوه يعني حاجه حلوه ان هم ما تلوثوش والناس متابعه جدا على فكره انا لقيت نفسي يعني انا صفحتي على الفيسبوك عاديه لقيت نفسي يعني ناس في ابانوب عندي لقيت ناس في سمالوط عندي يعني لقيت ان حتى الناس دي متابعه على فكره فاللي بيكتب على الفيسبوك يعني يتحرى شويه الدقه والامانه
لان انت فعلا كلامك بيوصل للناس دي وكلامك مؤثر. يعني الناس اللي هي اللي زينا كده العاديه اللي بيقول لك الله في انجازات وفي اخفاقات او في حاجات لسه ما اتحققتش، في حاجات حلوه بتتحقق وما مش موجود البني ادم ده. البني ادم ده تحس ان هو بقى انسان نادر في الحياه يعني. انت تطبل وتقعد طول النهار يا تهدم والدنيا سودة لا هي انت بتبص. بس برضه حتى يعني ما هو الكلام ده لازم يبطل. احنا دلوقتي بقينا في دوله المفروض ديمقراطيه وعندنا احزاب ولازم وفي انتخابات ورئيس الجمهوريه ما بقاش يجي يقعد العمر كله وبقت في مدد محدده للانتخابات. يعني المفروض بقى يبقى التوعيات الشغل على الشباب وعلى الناس. مين اللي بيشتغل من الاحزاب؟ مين بقى؟ لا اللي عايزين يخش الاحزاب السياسيه. الاحزاب ضعيفه جدا. بص الاحزاب ضعيفه جدا ملهاش تواجد. كل واحد يجي يقول لك الاحزاب كلها ضعيفه. انا عايز اعرف ليه ما بتتفقوش مع بعض يا جماعه؟ ولا ثقافتنا احنا كعرب ما بنعرفش نقعد على ترابيزه واحده نتكلم؟ لا هي ثقافتنا كعرب. انا عايز ابقى انا رئيس الحزب، انا الكبير، انا الزعيم، انا دي نمره واحد. نمره اتنين انت محتاج تمويل جامد جدا. تلاته الناس مش في دماغها تشتغل سياسه. يعني انا لاحظت حتى لو انت مجموعه الشباب اللي قاعده دي لو خيرتهم انه يشتغل سياسه او يشتغل عمل مدني هتلاقيه يشتغل عمل مدني. يعني قلت لهم تعالوا يا شباب النهارده في قريه مثلا في فقيره في المنيا مثلا تعالوا ننزل نساعد الناس دي هيجوا معايا. لو قلت لهم طب تعالوا ده في ندوه والنبي ونشتغل سياسه واحزاب هيسكوا عليا. الناس عندها قابليه اكتر للعمل المدني. ولا احنا بنحاول فيه دلوقتي ان احنا نبتدي نشتغل على القرى دي لانها فعلا يعني ما هي الاحزاب ديت لازم تشمل جميع الانشطه. يعني الانشطه السياسيه ديت مفروغ منها، لكن لازم يبقى في انشطه اجتماعيه عشان تجذب الناس. هو الغريب ان الاحزاب يعني اللي فيها تمويل كبير ملهاش حاجه في السوق. يعني رجال اعمال معاهم ملايين ومع ذلك الاحزاب دي مش شغاله اعمال في السوق خالص. ما تحسش بيها يعني، او ما تحسش بيها مع راجل الشارع. يعني احنا عندنا حوالي فوق ال 100 حزب. اتحدى لو حد عارف 10 احزاب. طب ما ينفعش كمان ولا يبقوا 10، ده 10 كتير جدا. في كل خمسه عملوا حزب. طيب ما تشوف بقى ايه، احنا هنوصل لمرحله بقى انجلترا وامريكا امتى بقى يعني؟ لا لسه بدري قوي. احنا لسه كي جي 1 مش كده؟ لا احنا لسه كي جي. بص هقول لك حاجه، يعني انا بعتبر حتى يعني انتخابات البرلمان دي احنا لسه بنتعلم، وقدامنا ثلاث برلمانات كمان علشان نبتدي فعلا نعرف ازاي نختار النايب. يعني انا لما شفت اختيار النايب بيبقى بناء عن ايه؟ لا ما حدش بيختار النايب علشان هو مثقف او ليه رؤيه او تاريخه محترم. لا هو بيختاره عشان قعد معاه على القهوه او دفع 200 جنيه او مستني منه خدمه او العيله دي بيحبوها. يعني هو دي الاسس عندنا في اختيار البرلمان. يا بقت عائلات يا اما خدمات يا اما فلوس. لكن ان انت تقيم البني ادم ده وتسمع فكره وبيتكلم بيقول ايه ما حدش يسمعك اصلا. فانت علشان توصل لهذه المرحله انت محتاج لك ثلاث اربع برلمانات. اما انت برضو ما ينفعش شعب. بس برضو احنا مش عايزين نعلق فشل الاحزاب السياسيه على الناس. بكلمك بامانه، احنا الاحزاب السياسيه عندنا فيها مشكله. يعني مثلا ال 100 حزب اللي انت بتقول عليهم دول، اكيد فيهم من ال 100 حزب دول 50 حزب برامجهم، يمكن ال 90 حزب برامجهم متفقه مع بعض. يعني البرنامج اللي هو حاطه تلاقي الحزب ده هو حاطه. مين بقى الزعيم ومين الكبير؟ طب ليه ما تتجمعوش وتبقوا كتله واحده؟ انت شايف قدامنا قد ايه عشان يبقى عندنا حزب قوي كده؟ زي مثلا ايام الحزب الوطني اللي هو حزب بكامل كوادره. بص هو حزب، انا بالنسبه لي الحزب الوطني انا كنت شايف قدامنا قد ايه عشان نوصل. لا قدامنا على الاقل مثلا 7-8 سنين. بس عايز اقول لك ان الحزب الوطني ما كانش حزب بمعنى الكلمه يعني. يعني هتلاقي معظم الناس اللي كانت داخله فيه عشان تاخد كارنيه تعدي بيه من لجنه مترو الانفاق مش عارف ايه، لكن كحزب كان ليه فكر وليه استراتيجيه وليه شغل في الشارع. طب صدق الاخوان كانوا شغالين اكتر منه. مش هنضحك على بعض. الاخوان قبل ثوره يناير كانوا واكلين الشارع. بدليل ان انت بعد يناير اول استفتاء بتاع التعامل اللي انا قلت فيه له كان 73% نعم. هم كانوا واكلين الشارع، فاللي كان بيشتغل في الشارع فعلا الاخوان. وعلشان كده الناس كانت بتتعاطف في هذا الوقت مع الاخوان لانهم بيساعدوهم بياكلوهم بيشربوهم بيجوزوا بيشغلوا. طب والاحزاب السياسيه ما كانتش عارفه من ايام مبارك مثلا، ما كانتش عارفه ان الاخوان هم اللي مسيطرين على الشارع وان هم مش عارفين يعملوا حزب قصادهم؟ سابوا بقى الاخوان والحزب الوطني. الاخوان والحزب الوطني هو الحزب الوطني. الباقي كله جاي يعني يعني اللي هو الاداء المشرف بس. لكن اخره لو خد مقعديه في البرلمان يبقى كويس. برضو الفكر البرلماني عندنا لسه بعيد شويه. انت خلي بالك انت برضو مكبوس على نفسك بقالك سنين عشان تبتدي تطلع لسه وتعرف يعني ايه السياسه، اذا احنا مش عارفين يعني ايه حريه. يعني انا بفاجئ كده بنقاشات غريبه جدا ان من حق فلان انه يشتم رئيس الجمهوريه او يشتم الوزير او يشتم بتاع عشان راجل عام. حتى مش عارفين يعني ايه حريه. لا ده اسمه صب وقصر. مش كتير والله. لا هم بعض الناس كده، لكن الوعي عند الناس البسيطه اكتر بكتير والله من عند النخبه. انا بقول الكلام ده من زمان، انا ده رايي من قبل ثوره يناير اساسا. وانا معاك 100% إن الناس عندها وعي اكتر من النخبه بجد. يعني الوعي بيحللوا الاحداث السياسيه احسن منهم. بالعكس هو هم النخب بتوعنا هم دول.
يعني بالزبط. ما عصروش ليمون. ما انا بالزبط. شفت ناس غلابه وصاحب كشك سجاير ما عصرش ليمون بالظبط. قال لك ما انتخبش جماعه واخوان وارهابيه وبلدي ودوله وراجل على قده وراجل على قده ويجي الجدع المثقف او النجر نخبه يقول لك هنعصر ليمون ولبسنا في الحيط مثلا. فلا انا بص هي مشكله الشباب اللي قاعد ده كله ان هو مش لاقي حد يقتنع بفكره او يتكلم معاه ودي مشكله كبيره جدا جدا. كل ما يحبوا حد ياخدوا فيه خازوق يعني البلدي وبعدين طلع مش عارف ايه طب صباحي بعدين طلع برضو مش عارف ايه فما بقاش في حد هم بيثقوا فيه فبالتالي اللي بيحصل الا اخوان بيلعبوا بقى على الطبقه دي من الشباب وابتدوا كل يوم ياخدوهم معاهم لان انت ما عندكش حد بيخاطب الشباب. مين اللي بيخاطب الشباب او مين اللي بيهتم بيهم او مين اللي بيكلمهم او مين اللي بيحاول يتفاعل معاهم؟ المفروض المساله دي تتحل من المدرسه وتتحل من اصول الثقافه ومن مراكز الشباب ومن الجامعه ومن الجامعه طبعا. يعني بيحصل انا شايف ان السنه دي يعني الى حد ما الحمد لله في نشاط في الجامعه وفي انشطه فنيه ابتدت ترجع للجامعه وابتدت مسابقات مسرحيه وانشطه فنيه وكوره يعني برضو الحاجات ديت بتمتص طاقات كتيره من 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 حماس الشباب يعني زي ما كان بيحصل ايام الجامعه. بس في شباب اللي هو المسيس او اللي هو عايز سياسه بقى ده يتكلم مع مين؟ ما خلاص دول بقى المفروض يتعمل لهم احزاب او يشتركوا في احزاب. هو انت مانع العمل انت مانع العمل السياسي في الجامعه دي مشكله برضه. لا ما انا ما بتكلمش على الجامعه. ما انت اعمل حزب بره وانت تعمل حزب ليه في هو الجامعة؟ مش مقتنع بالناس اللي بره. انا مش منضم في حزب على فكره لان انا مش شايف حزب. انا يعني انا واحد اهو يعني كبير الى حد كبير مش شايف ان في حزب انا ممكن انضم له هيزود لي يعني مش شايف او في قامه في هذا الحزب. يا سلام انا احب اقعد مع الراجل ده انا مش شايف كده. طب ما انا عارف هم مش شايفين كده حزب كده وكل حزب لا لغايه ما يبتدي يظهر ناس. انت عايز ما انت عايز تقلب الارض شويه بقى الارض عندك عايز تقلبها انت نفس الوجوه اللي قبل يناير هي اللي بعد يناير هي اللي مع المجلس العسكري هم نفس الوجوه لغايه النهارده هم نفس الوجوه الناس زهقت وفقستهم وشافت لهم فيديوهات قبل الثوره وبعد الثوره ولقيته قبل الثوره كان بيمجد في مبارك وبعد الثوره بيشتم في مبارك وبيجلس في مجلس عسكري وبعدين يشكر مجلس عسكري وبعدين مع الاخوان وضد الاخوان محجوب عبد الدايم ده اسلوب حياه يعني لا وبعدين الناس شافت وعرفت وخلاص شاورت عليه عرفوا محجوب ده على طول لا يعني. محجوب ده بقى تريد مارك يعني تريد مارك الناس ما بقتش تنخدع لان الناس شافت بس بقى كتير قوي محجوب كتير يعني شافهم ان بقى كتير كتير جدا تجليك في وجهه نظر في الفساد في ان ال 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 انك انت عندك مشروع للقضاء على الفساد. بص انا عايز اقول لك حاجه اول حاجه احنا بنحب الفساد عشان مش انا ما بحبش التمثيل بقى وايه ضد لا احنا كلنا بنستفيد منه كلنا كل حد فينا بيستفيد منه انت هتلاقي واحد بيقول لك النبي شوف لي شغلانه لابني بواسطه هتلاقي بتاع الكافيه او القهوه بيدي بتاع الحي قرشين عشان يفرش قدام القهوه عشان يشتغل فده بياكل وده بياكل هتلاقي بتاع السوبر ماركت ثلاجاته بره بيدي بتاع الحي فالمواطن بيدي رشوه ومبسوط بتاع الحي بياخد رشوه ومبسوط لبست مخالفه حضرتك هتدي الراجل 20 جنيه عشان ما تاخدش مخالفه ب 400 فهو الفساد بالتراضي والناس يعني متمشيه معاه لكن هو انا شايف ان انت عندك المشكله الاساسيه حاجتين. المشكله الاساسيه في الفساد ان كل وزير بيجي خايف وما عندوش القدره ان هو يحاول يغير حاجه في وزارته وهو عايز يخلص الفتره دي على خير وما يتحبس ويدار ما دخلك شر. ده اي بتتكلم عن اي وزير يعني معظم الوزراء انا ما شفتش اي هيكله في اي وزاره ما شفتش اي وزير حاول يعمل وزارته الكترونيه. طيب ما هو مجلس الشعب رفض القانون بتاع الخدمه العامه يعني. انا هقول لحضرتك حاجه انا بالنسبه لي انا فكري او اي بي سي الف ب اداره في اي حته في العالم ان يبقى عندك حاجه اسمها داتا بيز واحصائيات للمكان اللي انت فيه. انا في وزارة المالية في وزارة الزراعة يبقى عندي داتا بيز عارف عندي كم موظف بياخدوا قد ايه الورق ايه بعنا ايه اشترينا ايه ايه في المخازن كده على الكمبيوتر مفيش حاجة اسمها ورق بالايدين ونقعد نرشي ونعمل مفيش عندك داتا بيز. انا النهاردة لما احب اعرف لما اخش وزارة وعايز اعرف اي معلومات مش هعرف لان ما عندهمش احصائيات فانت عايز تشتغل ازاي انت ما عندكش احصائيات عندي احصائيات فبعالج الخلل اللي عندي طب انا ما عنديش احصائيات هعالج الخلل ازاي فانت اصلا شغال كل مش شغال باسس علميه او اسس صحيحه لغايه دلوقتي يعني الفساد ده يعني ما هو معروف اثبته اثبته ما هو يعني معروف. كل هيئه مش معروفه مين اللي فاسد فيها ده الهيئه ثلاث ارباعها ما هي ثلاث ارباعها بايظه ما هي ثلاث ارباعها طب بايزة. حل المشكله دي طب ما يبقى لازم احنا نصلح كلنا من نفسنا في وقت ما هو لازم يعني. لازم الناس تبتدي تصلح ولازم خلي بالك ولازم الرؤوس تتقطع شويه لفوق اللي هو رؤوس الفساد دي ما انا لما الاقي ان وفي على فكره انت شايف ما بيحصلش ده كده لا في بس على خفيف احنا محتاجين اتقل هديك مثل حلو قوي اللي هي الاسكان اللي بيقولوا للشباب ده انا عايز الجيش هو اللي يوزعه
هم اللي هو مين اللي بيوزع؟ لا الوزارات بقى، وزاره الاسكان والتعمير ومش عارف ايه والحاجات دي، وقرعه ومرعه والاوانطه دي كلها. اه دخلنا في القرعات تاني. دخلنا في القرعات والاوانطه. ودي ده 5000 جنيه يجيب لك عقد ومش عارف ايه. انا شايف ان الجيش هو اللي يوزعه علشان الموجود ده ما يروحش على الارض. مثلا هو كل الحاجات اتوزعت على هيئات، هي اللي توزعها. هيئات يعني. لا الجيش ملوش دعوه، الجيش سلمهم وانتوا عيشوا بقى. المفروض والله فعلا. فانا شايف. طب وايه ايه ايه المانع في ان يحصل ده؟ علشان برضه مش جيش هيشتغل لوحده في كل حاجه يا جماعه. ما انت النهارده عندك مؤسسه جيش. مساله بصراحه كل حاجه على الجيش. لغايه ما تقدر تصلح مؤسساتك لازم تعتمد على الجيش. في ناس معترضه على موضوع الجيش ان هو يشتغل. طب يا بيه معلش، انت عندك مؤسسه. ايه البديل؟ ايه البديل؟ برافو عليك. ايه البديل؟ انا النهارده سيبها تخرب يعني. انت حتى لما تشوف مسك الطرق اتخلصت ازاي وبطريقه ازاي قياسيه وبسرعه وبجوده عاليه يعني بجد. الواحد ليه ده اللي بقالهم سنه بيصلحوا في وزاره الطرق والكباري دي بقى لها ازاي بتصلح في كيلو يعني. لو السيسي اعتمد على وزاره الطرق والكباري كان زمانه عمل مثلا 3 كيلو بالظبط. انت معمول لك ايه دلوقتي؟ معمول لك لا 5000 كيلو. فانت بتتكلم وطرق جديده ومدن جديده بتحصل ولا وفي افكار تانية وفي اللي هو الكور المحاور تانية بتتعمل. ولا بتعرض الفرج في شغل. انت شايف ان في يعني قصد في ان ما يبانش انجازات البلد وان نفضل في مرحله الاحباط؟ انا في تعتيم. في تعتيم يعني، في احباط للناس لان بدات في كتائب الكترونيه تنزل الشوارع ويقفوا عند بتوع الخضار ويقول لك الدنيا بقت بايظه، حاجه غاليه. وما احنا عارفين ان في حاجات غاليه، لكن ما هو في حاجات تانية قدامها رخيصه. في دايما حاله من السخط عايزين يزرعوها عند الناس. طب هي دي الحرب بتاعك، ان انت لازم تحسسك دايما ان انت واقع وهتروح في 60 داهيه ويائس وضايع. والاعلام بيساهم بصوره غير طبيعيه في هذا الموضوع. يعني افتكر لما حصل اما كلام القواديس تقريبا وحصل هجوم 5 على 5 كمان في نفس الوقت. جرايد مو عارضه منزله ان تم الاستيلاء على مواقع واتحط عليها علم داعش. وهو ما حصلش. الكلام ده ولا و120 و140 جندي تم. وبعدين اعتذروا كلهم، طلعوا قالوا اعتذروا بعد ايه بقى؟ بعد ما اصل ما انا قلت، ما هو ده الكلام اللي انا بقوله، ان في دول وقعت في النشره. ان هو العراق وقع. العراق وقعت بسبب في صوره. في صوره يعني. فهو انت الاعلام بتاعك انا حاسس ان هو عايز يوقع البلد يعني. مش كل الاعلام الحقيقه، في ناس وفي ناس وفي ناس بتتكلم مع الدوله وفي ناس وفي ناس انا مش فاهمها. يعني ايه يخاف يتكلم مع الدوله اللي هيتقال عليه مطبلاتي؟ مطبلاتي على ايه؟ انت مع الدوله مش مع رئيس. انا مع نظام دوله، ولا انت مع دوله تقع وتتفتت زي ما بتتكلم؟ ما انا ضد بشار الاسد في سياسات كتيره من سياساته، بل وهاجمته في حلقات من قبل الثوره اساسا. لكن انت دلوقتي في موقف ما ينفعش صوره تتقسم فيه، وخصوصا لو بشار مشي دلوقتي. طب ايه الحل؟ ما هو السؤال اللي احنا نساله بقى. طب يا سيدي انت عايز تقسمها؟ طب ما اتقسمت في اليمن، عملنا ايه؟ يعني لو جيش ليبيا جنبنا، لو الجيش الحر، لو الجيش سوريا القومي وقع، المنظر هيبقى ازاي؟ هتسيبها للارهابيين؟ ما هو الموضوع انا قدامي الجيش. دي كانوا بيتخانقوا مع بعض دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها ديت وبشار موجود، هم بيتخانقوا مع بعض. ما هي خناقه حلب ديت ما بين جبهه النصره وجيش هي داعش واخدها بقى لها كذا شهر على فكره. محدش جاب سيره اي اعدامات جوه، وكان في اعدامات للصبح جوه على فكره في حلب. كان في دم للصبح. ليه ما جاش ده؟ لا ما جوش الكلام ده. ما هو الجيم كله، احنا في ناس بتتدبح في حلب فعلا وفي شهداء فعلا، بس من مين بيتضربوا؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. ليه بتعتموا وتجيبوا ناس تانية؟ ليه ما تجيبوش الناس الحقيقيه وتجيبوا مين اللي بيضربهم؟ هو الجيم يبقى في حاجه، في لعبه كده مش مفهومه. ما هو اللعبه او مفهومه انها معموله بالتقسيم يعني. هو تقسيم حتى الاكراد وحتى لاسرائيل وحتى والجولان، وتتقسم بقى شويه للسنه وشويه للشيعه يعني. تبقى حاجه كده يعني ايه كومباوندز مش دوله يعني. انا عايز اعرف اللي رايحين يحاربوا بسبب الحريه ورايحين يحاربوا النظام السوري بسبب الحريه، ما حاربوش ليه الجولان وياخدوها؟ يعني ما لهمش دعوه ليه باسرائيل؟ دي ارضك محتله. وليه اصلا ما يحصلش؟ يعني انا اغير نظامي بعد ما احرر ارضي، ولا تبقى ارضي محتله واقول اغير النظام؟ طب انا عايز اغير النظام ليه؟ علشان يحرر لي الارض، مش كده؟ ده حتى ما كانش ده المبدا الاولاني عندهم في بدايه الثوره. ولما تلاقيها عكت، ما حدش فيهم راح قال له حرر الجولان. على الاقل كانت تبقى مهضومه بالنسبه لي شويه، تصدق؟ لما اقول حصلت ثوره على بشار الاسد لانه تخاذل ومش عايز يرجع الجولان، فقامت ناس صقور ونصور عايزين يحرروا ارضهم، كنت اقتنع حتى لو ضحكت عليا بعد كده. انما ده من الاول خالص العالم متغير، العالم الانتداب الفرنساوي رجع، ويعني الموضوع من الاول باين انه فيلم. طب ما تسال نفسك سؤال سهل قوي، مين اللي بيصرف على الناس دي بقاله كام سنه وكم الاسلحه دي؟ في معارضه هتحارب جيش
باسلحه بقى لها مليارات ومتدربين بقى لهم مليارات ومن كل انحاء العالم. الفلوس دي مين اللي بيمول؟ اه مين اللي بيمول ومين اللي بيبعت العربيات ومين اللي بيبعت الاسلحه؟ واسلحه ومدافع وبتاع موضوع يعني كبير وعارفين ان تركيا فيه وقطر وعارفين ان امريكا واسرائيل واحنا هي لعبه كبيره سوريا دي لعبه هي سوريا دي بالظبط حرب بالوكاله اه طبعا هي حرب بالوكاله طبعا بس مش هتتقسم سوريا ان شاء الله لا مش هتتقسم والله ما هتتقسم هتفضل دوله واحده ان شاء الله رب العالمين بالاسد من غيره هتفضل دوله واحده احنا مش قضيتنا الاسد ما هم المشكله الغباء ان هو بيختزل لك القضيه في الاسد لان وقتها مش دلوقتي انا مش فاهم معايا الاسد يقعد او يمشي انا فارق عن سوريا تتحافظ عليها بس مع اي دوله وبعدين ما تقوليش انا شفت العراق اول غد دلوقتي المنطقه الخضراء بتتقفل كل 3 دقايق وده بقى لهم 3 سنين مش عارفين يجيبوا رئيس هو لو مشي بشار هتتحل المشكله يعني الارهابيين هيتوبوا يعني الارهابي هيتوب لو مشي بشار ما انا مش عارف يعني طب ما هو ماشي ما هو القذافي وقع ماشي بيضربوا في بعض من دلوقتي ما هو القذافي وقع بالظبط حصل ايه برضه بيضربوا في بعض والعراق وصدام وقع حصل ايه البلاد اتفتتت معلش انا لو بعارض رئيس حتى لو بكرهه لكن وانس ان انا لقيت البلد بتاعتي هتتدمر وهتقع تماما لا خلاص ما هي ده هتراجع اللي بنتكلم فيه ما اعرفش بقى هم ليهم اجندات اكيد حرب حتى الموت هو عموما احنا شغالين في ايام صناعه الازمات وعارفين ان في ازمات كتيره هتيجي وازمات كتيره مصنوعه بس ده شعب تميز بالصبر الشعب اللي يعيش 7000 سنة يا جماعة ده معاش غير بالصبر وده شعب مؤمن ويمكن سبب بقائنا 7000 سنة هو الصبر فعشان كده احنا بنصبر وهننتصر في معركتنا وربنا هينصرنا نصرة كبيرة جدا وهيبقى عندنا وعندنا امل وبكرة في امل وبكرة هنبقى احسن وزي ما انا براهن طول الوقت والله العظيم في خلال 8 سنين ان شاء الله مصر دي هتبقى امبراطورية بس بايدينا نشتغل ونعرق ونرجع نشتغل محدش بقى يقعد يرمي حمله على بلد وعلى ان كل حاجة البلد لا زي ما احنا عملنا ما احنا كنا صغيرين وكانت الدنيا كلها ضدنا بس كافحنا اللي كافح اللي بيصبر بينول واللي بيكافح بيلاقي وان شاء الله بكرة اجمل انت واخر كلمة بس احنا محلتناش غيرها يعني انا ما عندناش بلد تاني ما محلتناش غيرها ولا عمرنا في 7000 سنة دولت بقينا لاجئين ولا عمرنا لاجئين كنت لسه ولا عمرنا فاحنا محلتناش غيرها فما عندنا وما حدش قدر عليها وما حدش هيقدر بس فلازم والله ما حد هيقدر لا ما حدش انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليما من قديما عناية الله جندي فربنا حارسنا وربنا حارس البلد دي بان بيجيب لها كمان الراجل المناسب في الوقت المناسب وبيوعي الشعب المصري كل مدى لانه ده شعب ذكي وبيعرف يلقط الدرس ويستفيد منه ويتعلم بس يا ريت ودنهم شويه في الشارع تبقى معلش ان شاء الله ان شاء الله يعني ودنهم تنزل معانا شويه في الشارع لان برضو ايه يعني معلش في مشاكل طبعا وفي حاجات معلش ولازم يبقى يعيشوا معانا ويتواصلوا شويه معانا لان اي حاجه هايفه لما بتتساب بتكبر بالظبط ففي حاجات كتير قوي متسابه هايفه وبتكبر لا ان شاء الله ربنا هيكرمنا وبكره في امل مش عندك امل طبعا بكره احلى امل مش هسيبها احنا ورانا ايه احنا قاعدين احنا ورانا ايه نورت الله يخليك صباح على خير ونتقابل ان شاء الله